حقيقي. نورتينا. قول لنا بقى الاخبار النهارده خاصه بايه؟ اتفضلي. معانا اخبار كتير النهارده الحقيقه متعلقه بمنتخباتنا الوطنيه، واكيد اخبار وفرق النادي الاهلي. خلونا بقى في البدايه نبدا بالنادي الاهلي ونروح لخبر مهم عن الصفقات الجديده في الاهلي. وكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي اعلن عن التعاقد مع الامريكي براندن لتدعيم صفوف الفريق الاول لكره السله رجال، وده طبعا خلال الموسم الجاري. واكد العوضي انتهاء اجراءات التعاقد مع براندن طبعا بعدما اجتاز الكشف الطبي عقب وصوله إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، وقام بالتوقيع على عقود الانضمام إلى صفوف فريق رجال سلة الأهلي في حضور أعضاء الجهاز الفني للفريق. وأوضح العوضي أن التعاقد مع المحترف الأمريكي جاء بعد ترشيحه من جانب الجهاز الفني بقيادة أوجستي بوش، وذلك في إطار تدعيم فرق النادي الأهلي بالعناصر المطلوبة من أجل طبعا المنافسة على كل البطولات. ولسه مستمرين مع أخبار التعاقدات بالنادي